الناس عمره ما محمد مرسي جه على البياع ولا جه على الطبقه الفقيره خالص. احنا ما شفناش غير الافتراء غير اليومين دول من ساعه ما رجعت الداخليه من الاول وجديد، وهي راجعه بتحط على البياع وعلى السواقين وعلى عامه الشعب. الغلابه هم دلوقتي، انا بوجه دلوقتي نداء للسيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، الغلابه هم دلوقتي اللي بيتحط عليهم. بص للغلابه وبص للناس اللي مش لاقيه تاكل، دخلها من الشارع بتجيب 2 جنيه تاكل بيهم وياكل عياله، النهارده مفيش اي دخل ليهم، انت بتقطع النهارده دخلهم من الشارع. ايام مرسي ما حصلش معانا كده، برده كنا واقفين وكل حاجه، لكن احنا عايزينك يا سياده الرئيس تعدل مننا مش تسوق مننا. احنا بياعين ومحترمين ومتعلمين ومعانا كل الشهادات، مفيش بياع مش متعلم. انت كده عاوز تعمل من البياعين بلطجيه، وعاوز تعمل من البياعين صيع، وعاوز تعمل كل حاجه. عايز البياع النهارده مش هيلاقي ياكل، بكره يجيب كيس حشيش وشريتين برشام يقعد بيهم على الناصيه. السنه بتاعت مرسي وفضل يقولوا مرسي 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 مرسي، عمره ما جه على بياع، عمره ما جه على غلبان. احنا عاوزين الرئيس السيسي يراعي الغلبان، ان الغلبان دوت هو كل حاجه، هو الثوره، وهو اللي واقف قدام الثوار، وهو اللي واقف قدام 6 ابريل وقدام الاخوان، وفضلوا يضحكوا علينا ويقولوا لنا دول ارهابيين لحد ما احنا حطينا في قائمه الارهابيين. فاحنا عاوزين نعرف كل البلد دلوقتي بقت ارهابيين، القوه دي كلها نازله لمين؟ نازله للبياع الغلبان ولا نازله البلطجيه؟ لو في بلطجيه كنا بلطجنا عليهم، انما احنا الحمد لله لا بلطجيه ولا اي حاجه ولا صوار، احنا ناس بتاعت اكل عيش. ولا بيحصل اي حاجه يا باشا، وكنا بناكل عيش واقفين من زمان، قالنا انا اكتر ناس في الموقف، وعمرنا عايزين ناكل عيش مش اكتر. ولا شايفين لنا وظيفه ولا شايفين لنا حته السبت اللي احنا واقفين، ولا حد بيتأذي من البائع ولا حد بيأذي البائع. ما كانش بيحصل كده، الاخوان عمرها اسلوبها كانت احسن من كده، كانت متعاطفه معانا وكان اسلوبها احسن معانا. انا عن نفسي كانوا بيساعدوني عشان ما معيش راجل كان بيجيني حاجتي. طب دلوقتي ما فيش، الدعم شالوه عننا، الشوط التأمين اللي احنا بناكل منهم شالوه عننا. مرسي كان بياكلنا، مرسي كان بياكلنا، دلوقتي ده جه يموتنا، جه يجوعنا.